نقل مباشر وحي على الهواء من العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للمؤتمر الختامي للقمة الإفريقية أو القمة الأوروبية الإفريقية، والتي وجه فيها الصحفيون والإعلاميون أسئلتهم حول أعمال المؤتمر وحول ما ينتظر منه بعد ذلك من نتائج تفعيلية، ووجهت إلى رؤساء كل من المفوضية الأوروبية والمفوضية الإفريقية وعدد من المسؤولين كذلك. الرئيس الفرنسي رئيس المؤتمر، كان هناك عدد يعني من الأسئلة وكذلك من الإجابات تبعناها على مدى الفترة الماضية، واستمعنا إلى هذه التفاصيل بشكل حثيث. أذهب إلى جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي. أستاذ جمال، أهلا بك وكل التحية. إذن يعني ربما تبعت بعض ما قيل على الأقل يعني خلال اليومين الماضيين، اليوم هو ثاني، تبعنا ما دار في القمة الأوروبية الإفريقية التي شارك فيها وكان على رأس المشاركين الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور فاعل للغاية من خلال هذه الفعاليات، أهم ما تلمسته ويمكن إلقاء الضوء عليه. في الحقيقة بالفعل يعني هي قمة مهمة جدا، ويمكن أهم ما توقفت عنده عند المشاركة الأوروبية الأفريقية هي الرغبة الموجودة الآن من الجانب الأوروبي لتعزيز هذه الشراكة في مجالات لم تكن مطروحة من قبل، زي مجالات البنية التحتية أو الطاقة النظيفة، وأيضا تحمل يعني تبعات التغيرات المناخية وتدعيم المنظومات الصحية. وبالتالي يعني هناك طفرة في الحقيقة في فكرة تنمية أطر الشراكة، لأن هذه الآفاق لم تكن مفتوحة من قبل. كنا نتحدث في الماضي فقط عن جذب الاستثمارات، دعم معدلات التجارة البينية، الاستثمارات في الطاقة التقليدية وغيرها من الأمور، ولكن بنجد في هذه القمة في الحقيقة أن في آفاق جديدة بتفتح، وهذا أمر جيد جدا. ويمكن ساهم في ده كمان الرؤية المصرية التي طرحت بالتحديد منذ عام 2019، يعني إبان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، رأينا مصر نتحدث عن شراكة أفريقية مع المجتمع الدولي بمفهوم جديد، بمفهوم يحقق المنفعة المشتركة والمكسب المشترك. وطرحت القيادة السياسية المصرية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي رؤية لا علاقة بدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر وغيرها من الأطر التي الآن يتم العمل عليها. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه القمة هي نقلة في الشراكة، يجب على الجانب الأوروبي أن يستمر في هذا الإطار، والجانب الأفريقي عليه أن يستغل هذه الفرصة ويعني يستثمر هذه الآفاق الجديدة وهذه المسارات الجديدة في التعاون لدعم تعاون أفريقي أوروبي يخدم المصالح المشتركة. أستاذ جمال، يعني الحقيقة أنه كان هناك يعني إحدى الجلسات الفاعلة للغاية التي أقيمت على هامش المؤتمر، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها حول كوفيد-19. الرئيس السيسي أكد أن مصر سوف تنتج من لقاح كورونا ما يكفي الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي والإقليمي. كذلك يعني المسؤولية المصرية التي تقدمها مصر لأشقائها وجيرانها والدول الصديقة والشقيقة، المسؤولية الدولية المجتمعية إذا جاز لنا أن نسميها هكذا ممثلة في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف نظرت إلى هذه الكلمة وإلى هذا التأكيد؟ بالتأكيد المسؤولية القارية ظهرت بعد عام 2014، ومصر أصبحت لديها اهتمام كبير جدا بدعم الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات. عشان كده وجدنا وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية تعمل في هذا الإطار، وجدنا أيضا مصر تنشئ مركز تدريب الخاص بقوى الساحل والصحراء لمجابهة الإرهاب، ده فضلا عن دخول مصر في الكثير من الاستثمارات المتعلقه بالبنيه التحتيه في كثير من الدول الافريقيه. وهنا بنتحدث عن قياده سياسيه مصريه طوال الوقت بتتحدث عن الهموم الافريقيه، عن الشباب الافريقيه، بتحمل تطلعات ايضا الشباب الافريقي، وتتحدث امام المجتمع الدولي عن كيفيه الاستثمار والدخول الى السوق الافريقي بما يخدم مستقبل الشعوب الافريقيه. وبالتالي هي رؤيه مصريه تشكلت منذ عام 2014 وبتنمو مع الوقت، وايضا الدور المصري الان اصبح بارز في مسانده الاشقاء الافارقه. هذا من مبدا الدوله المصريه المؤمن بان المحيط الافريقي
في حاله انه ينعم بالرخاء والاستقرار والسلام والتنميه، هذا سوف ينعكس ايجابيا على الدوله المصريه. عشان كده حتى بنجد ان المشروعات القوميه في الدوله المصريه اللي يعني امتدادها امتداد اقليمي، يعني عشان كده بنجد مشروعات زي القاهره كيب تاون، اسكندريه فيكتوريا، الربط الكهربائي مع ليبيا مع السودان، مع ايضا طموحات في الوصول الى ربط كهربائي مع جنوب السودان. وبالتالي مصر حتى في تنمياتها الداخليه هي تسعى الى تنميه قاريه، وبالتالي هنا رؤية حاضرة. أما فيما يتعلق بالتحديد في فكرة اللقاحات، فمصر منذ البداية تتحدث عن فكرة العدالة في توزيع اللقاحات، بل مصر سعت لتوطين صناعة اللقاحات في الداخل المصري، ومؤمنة إن مش بس لتوفير الاحتياج المحلي، ولكن كانت مصر تعمل منذ اللحظة الأولى لتغطية أيضا الاحتياج الأفريقي. وبالتالي مصر حتى بدأت العمل في هذا المجال قبل أن يكون هناك شراكة أوروبية أفريقية في هذا الشأن. مصر بتطلع بدورها طوال الوقت تجاه قارتها السمراء، وأعتقد أن مصر سوف يكون لها دور كبير جدا فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات، لأن مصر بدأت مبكرا، والبداية مبكرا أكسبتها الكثير والكثير من الخبرات. نعم، أسألك عن فكرة أن مصر يعني بتمثل بوابة العبور الحقيقية من أوروبا إلى إفريقيا، لا أتحدث فقط اقتصاديا لكني يعني أتوسع بالمسألة لأن تكون أيضا في المجالات المختلفة، ومنها المجال السياسي كما حملت مصر على عاتقها ابان يعني رئاستها الاتحاد الإفريقي، حملت قضايا القارة الإفريقية إلى مختلف دول العالم، إلى مختلف مناطق العالم، مثلت همزة وصل حقيقية بين القارة الإفريقية وبين الآخرين، سواء في أسيا من ناحية الشرق أو بالنسبة لمعظم دول الغرب. مصر استطاعت أن تقوم بهذا الدور، كيف يمكن أن تستمر مصر في لعب هذا الدور في الفترة المقبلة؟ بالتأكيد مصر لديها الموقع الجيوسياسي الأهم في الإقليم، ويمكن لم تعتمد مصر في موقعها على يعني العوامل الطبيعية فقط كونه موقع جغرافي مميز، ولكن أيضا مصر دعمت هذا الموقع الجغرافي المميز برؤية سياسية وتنمية اقتصادية، دعمت هذا الموقع الجغرافي، وجدنا توازنات سياسية مع في علاقات مصر الإقليمية، مصر لديها علاقات أكثر من رائعة مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، هذا فضلا عن أيضا التنمية الاقتصادية التي حققتها مصر في الداخل والبنية التحتية. إذا مصر موقع جغرافي، أيضا توازنات سياسية وتنمية اقتصادية، ثلاث عوامل بتؤهل مصر أنها تكون بالفعل هي حلقة الوصل الأقوى وحلقة الوصل المتينة في العلاقات الأوروبية الأفريقية، وده يعني واضح في حجم الاستفادة من المشروعات حتى الطموحة تجاه القارة الأفريقية. زي ما كنا بنتكلم على طريق القاهرة كيب تاون واسكندرية فيكتوريا، وبالتالي مصر حتى معول عليها في الكثير من المشروعات الكبيرة والضخمة. أيضا مصر بتتمتع بعلاقات مميزة جدا مع الاتحاد الأوروبي، وده بيسهل من عملية الشراكة الأفريقية الأوروبية، يعني نتكلم على حجم تعاون اقتصادي بيصل لأكثر من 28 مليار يورو ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، مصر والاتحاد الأوروبي شركاء رئيسيين لبعضهم البعض، وبالتالي أيضا ده بيساهم بشكل كبير جدا في خلق دفء في العلاقات الأفريقية الأوروبية. ونقطة كمان أخرى، أن مصر الآن بترأس أكبر تجمع اقتصادي في القارة الأفريقية وهو تجمع الكوميسا، وبالتالي أيضا مصر تتحرك برؤية اقتصادية يعني لخدمة أعضاء طبعا تجمع الكوميسا بشكل خاص والقارة الأفريقية بشكل عام، هذا فضلا طبعا عن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27، وده بيخلي مصر كأول دولة أفريقية تحتضن هذا المؤتمر، بتكون الآن رؤية أفريقية من خلالها يمكن العمل مع الشركاء الأوروبيين أو مع كافة الشركاء الدوليين لبلورة رؤية حقيقية تضمن لأفريقيا العدالة في تحمل تبعات التغيرات المناخية. حتى وجدنا السيد الرئيس يتحدث بهذا الأمر في المؤتمر الخاص بالبترول منذ أيام قليلة، الرئيس كان يتحدث عن فكرة أن الدول الأفريقية يعني لم تحظى بعد بفرصها في التنمية، وبالتالي لا يمكن أن توقف عجلة التنمية مقابل أن يعني الدول الصناعية الكبرى تظل في الرخاء دون الدول الأفريقية، وبالتالي يجب أن يكون هناك معادلة وموازنة ما بين أن تثير التنمية في القارة الأفريقية وبين تحمل تبعات التغيرات المناخية. وبالتالي مصر من خلال رئاستها لكوب 27 أعتقد أن هي بتبلور هذه الرؤية
حتى تضمن للقاره الافريقيه تنميه مستدامه مع يعني ايضا تحمل تبعات تغيرات المناخ. نعم. جمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لك. وأذهب معكم مباشرة مشاهدي الكرام إلى مقر الحدث، مقر انعقاد الحدث، وكان هناك الكثير من الزخم خلال الوقت الماضي. أنتقل إلى مفادة النيل للأخبار إلى بروكسل ليلى عمر. ليلى أهلا بك وكل التحية، إذا ماذا لديك من تفاصيل أوفى وأحدث؟ نعم محمد، كما تابعنا منذ قليل انتهت القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، هذه القمة التي عقدت على مدار يومين بحضور عدد كبير من قادة الاتحادين الأوروبي والإفريقي من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشراكة بين القارتين وإيجاد طرق للتنمية بين الطرفين. كما تابعنا في البيان الختامي أو المؤتمر الصحفي الختامي تعهدات عدة بدعم قارة إفريقيا فيما يتعلق بموضوعات اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا وغيرها على سبيل المثال، تعهدات من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية بتوفير 450 مليون جرعة لقاح تقدم لإفريقيا، وذلك من خلال الآلية الجديدة التي تم الإعلان عنها. وتم الإعلان أيضا أن مصر من ضمن الدول التي تم اختيارها لإيجاد مراكز لتصنيع اللقاحات فيها أو توفير تكنولوجيا المواد الخام المصنعة للقاحات الـ mRNA، وذلك في مصر ودول أخرى منها كينيا والسنغال وجنوب أفريقيا. وهذه الدول سيكون لديها هذه الآلية والتي ستوفر هذه اللقاحات للدول الإفريقية. هناك تعهد آخر من خلال البوابة العالمية الاستثمارية المخصصة لإفريقيا، 150 بليون يورو ستقدم على مدار 7 سنوات للقارة الإفريقية بالإضافة للدعم في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر. كانت هناك إشارات في المؤتمر الختامي إلى ما يتعلق بمشكلة الطاقة والتغيرات المناخية من المشكلات التي تم إلقاء الضوء عليها خلال هذه القمة، وأيضا ستكون هناك خطوات على مدار هذا العام لمجابهة هذه الظاهرة حتى اللقاء القادة في القمة المنتظرة في شرم الشيخ في نهاية هذا العام، القمة 27. أيضا محمد، الإرهاب كان من الملفات المطروحة على الساحة في هذه القمة التي ذكر رئيس المجلس الأوروبي أنها شملت 7 موائد مستديرة يعني باختلاف عن القمم السابقة. القمم السابقة كانت جلسات لكن هذه كانت موائد مستديرة يشارك فيها مختلف القادة ويتناقشون في الموضوعات التي كانت مطروحة، والإرهاب كان من ضمن هذه الموضوعات. وربما حظيت منطقة الساحل والصحراء وتطورات الأوضاع في مالي بالاهتمام فيما يتعلق بمجابهة الإرهاب، خاصة مع انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية والحديث عن أهمية الدعم لهذه الدولة، تقديم الدعم لها ومساعدتها على الانتقال الديمقراطي وإجراء الانتخابات. نقاط عدة تم التركيز عليها خلال كلمات القادة خلال القمة في ختامها، كما تابعنا مثل هذا الختام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره رئيس الاتحاد الأوروبي لأن فرنسا هي رئيسة هذه الدورة، أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأيضا الرئيس السنغالي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي. محمد، الحديث أيضا عن نقل التكنولوجيا للبلدان الإفريقية كانت هذه من الأطروحات الهامة التي أشار إليها القادة الأفارقة، فالحاجة إلى التكنولوجيا ضرورية في هذه الدول، وتم طرح عدد من المبادرات فيما يتعلق بهذه النقطة أيضا. إليك محمد. نعم ليلى، يعني كان هناك على مدى الأيام الماضية الكثير من النشاط الدبلوماسي المصري، الرئيس التقى عدد كبير من المسؤولين، ونحن اليوم يعني نحاول أن نستعرض أيضا ما حدث خلال الأيام الماضية، أهم ما رصدته من مشاركات مصرية ومن تأثيرات مصرية خلال أيام ليس فقط القمة لكن أيضا اللقاءات الدبلوماسية.
نعم محمد، تابعنا اليوم الكلمة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش فعاليات القمة، وكانت هناك كلمة هامة للرئيس يتحدث فيها عن امتنانه للجهود المبذولة من أجل توفير التوزيع العادل للقاحات وتكنولوجيا تطوير اللقاحات في البلدان الإفريقية، وأكد على أهمية وجود إرادة سياسية، هذه الإرادة التي وصلت إلى هذا التعاون في المجال الصحي، خاصة أن جائحة كورونا أثرت على مختلف البلدان. لكن محمد دعني أحدثك عن اللقاءات الثنائية التي أجرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كان له لقاء مع رئيس قبرص، أيضا لقاء مع رئيس وزراء بلغاريا، ولقاء مع المستشار الألماني ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس البنك الأوروبي للتنمية، لقاءات كانت تتحدث عن دعم العلاقات الثنائية، اهتمام مصر الدائم بتنويع علاقاتها خاصة مع الجانب الأوروبي الذي أشاد بحرص مصر الدائم على تطوير العلاقات بين العالمين العربي والأوروبي. لو تحدثنا عن اللقاءات السابقة فقد كانت هناك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء البلجيكي وأيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية، سبقتها قبل بداية القمة بيوم لقاءات أخرى متعددة كان من ضمنها الاستقبال الرسمي للملك فيليب للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشاد حينها بالدور المصري في مجابهة عدد كبير من القضايا على رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودور مصر في الربط بين العالمين العربي والأوروبي كما ذكرت. بالإضافة إلى هذا اللقاء كان هناك لقاء استثماري مع عدد كبير من رجال الأعمال البلجيكيين الذين لديهم استثمارات في مصر، وطرحوها من خلال مائدة مستديرة لكيفية تحقيق التعاون بين مصر وبلجيكا أو استمرار هذا التعاون، خاصة أن بلجيكا لديها استثمارات في مصر منذ سنوات طويلة. وكانت بداية لقاءات الرئيس مع ثلاثة من رؤساء الشركات البلجيكية في مجالات الحفر والتكريك والطاقة المتجددة وما يتعلق بحماية الشواطئ، مباحثات كانت ثنائية تناولت كيفية دعم مصر في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وأيضا في مجالات حماية الشواطئ شواطئ البحر المتوسط خاصة مع ظاهرة التغير المناخي التي كانت طاغية على هذه القمة أيضا باعتبارها قضية أساسية أثرت على دول العالم أجمع وخاصة على دول القارة الإفريقية. أشكرك يا ليلى على يعني هذا الوصف والشرح الوافي. مفادة النيل للأخبار إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ليلى عمر، شكرا جزيلا لك. إذن الكثير من الموضوعات طرحت على أجندة وأعمال هذه القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل حول بعض فعالياتها. ينضم إلي دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية الرابطة الطبية. دكتور فؤاد أهلا بك وكل تحية. إذن كان هناك جلسة تم تخصيصها على هامش المؤتمر لكوفيد 19 شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى أيضا كلمة مهمة وقال إن مصر سوف توفر الإنتاج المحلي وكذلك الإنتاج الإقليمي من لقاحات كورونا. كيف تبعت يعني هذا التناول وهذه الأهمية في انعقاد هذه الجلسة على هامش المؤتمر؟ نعم، تحياتي للجميع. احنا فخورين كثير بالدولة مصر وتونس والدول العربية والأفريقية بالنسبة لهذا القرار المهم، ونفس الشيء كلمة الرئيس السيسي يثبت انه العالم العربي هو في نفس مستوى الصحة العالمية، ومن بداية الوباء واحنا نكرر هذا الكلام، وفي آخر أشهر ركزنا كثير مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية لطلب من منظمة الصحة العالمية دعم الدول العربية والأفريقية لتوفير وإنتاج اللقاحات، دعم من ناحية مادية من ناحية من جميع الوسائل. عشان هيك احنا فخورين في هذا القرار، مع انه اجى قرار متاخر بس لازم كان هاي الوسيله الوحيده ان نوصل ونوفر وننتج لقاحات كافيه في الدول الافريقيه والدول الفقيره، لانه للاسف حتى الان عندنا نسبه التطعيم 11% وفي اوروبا تقريبا ازيد من 75%.
طيب، يمكن رصد حالة كورونا حول العالم، أتحدث عن يعني أوروبا وأتحدث عن مناطق أخرى، كيف هي تقرير الحالة لانتشار كورونا في العالم من خلال المعلومات التي لديك دكتور؟ نعم، حاليا من بالنسبة لآخر أخبار عالميا، إحنا يعني تقريبا في المدة الأخيرة مع انتشار الأوميكرون شفنا إنه بداية نهاية الأعراض الخطيرة، الانتشار سريع، الانتشار خصوصا بين الأطفال والشباب، نسبة المصابين في المدة الأخيرة كانت أزيد من 98 مليون مصاب من بداية المتحور أوميكرون. يعني خلال سنة 2020 ما شفناش هذا الرقم كل سنة 2020، فقط في 10 أسابيع شفنا هذه الأرقام، بس في نفس الوقت تراجع كبير بنسبة المصابين، نسبة الدخول إلى المستشفيات، إلى غرف الإنعاش، وفي نفس الوقت المشكلة الوحيدة اللي إحنا اليوم نعاني فيها هي التوزيع الغير عادل، وبنتأمل في هذا القرار إنه نوصل إلى أسرع وقت ممكن الشهر 6 و7 إلى مناعة جماعية مع 70% ونهاية الوباء كورونا فيروس، لأنه الأعراض كلها تقريبا 85% أعراض غير خطيرة وأعراض لا تسبب الدخول إلى المستشفيات. طيب، تحدثت عن التوزيع غير العادل، أعتقد أنه القمة الأوروبية الإفريقية وهذه الجلسة تحديدا عنيت كثيرا بهذا الموضوع، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في أحقية حصول الجميع على حقوقهم الطبية وحقوقهم الصحية، فالصحة حق من حقوق الإنسان في أي مكان، أي مكانت دولته، والحديث هنا عن القارة الإفريقية أن التوزيع فيها غير عادل وأن نسب تلقي التطعيمات نسب متدنية للغاية، هل تعتقد أنه ما تم اليوم في هذه الجلسة يمكن أن يغير في هذا الوضع؟ نعم، مصر يعني في حديثها وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها سوف توفر اللقاح أيضا على المستوى الإقليمي، لكن الأمر حينما يمتد لقارة فيجب أن تكون هناك جهود دولية وعلى رأسها بطبيعة الحال الجهود الأوروبية. نعم، أنا متفق 100% وكل التقدير والاحترام لخطاب الرئيس السيسي ولموقف دولة مصر. ليش؟ لأنه إحنا في أوروبا كثير من الدول لما كنا نطالب توزيع عادل وإنتاج في أفريقيا كانوا يقولون فيش دول اللي غير مستطيعة أن تنتج اللقاحات. في هاي الخطاب اللي قام فيه الرئيس السيسي وموقف تونس ومصر والدول الأفريقية سوف نثبت إنه الدول الأفريقية في عندها القدرة ومصر عندها القدرة إن تساعد الجميع إن تنتج اللقاحات، بس إحنا بدنا دعم قوي من منظمة الصحة العالمية والدول الغنية. للأسف وباء كورونا أثبت في بعد كبير من الدول الفقيرة عن الدول الغنية. ليش؟ لأن الدول الغنية حتى الآن أثبتت أنانية كبيرة ولم تساعد كما كان يجب أن تساعد من بداية الوباء، وهو في مجال الصحة ومجال التطعيم ومجال الأطباء ومجال النظام الصحي العالمي. عشان هيك كلمة الرئيس السيسي وموقف مصر اليوم يشرف كل العالم العربي والعالم الأفريقي، ونتأمل أنه تغدى الاتحاد الأفريقي كلاته متحد مع بعض ولا يعمل زي ما عمل الاتحاد الأوروبي، للأسف أناني ومنقسم لأسباب سياسية داخلية وخارجية.
نعم، لكن هناك قادة فعلون ودول يعني كبرى في داخل الاتحاد الأوروبي وفي أماكن أخرى أيضا ربما تريد أن تضع المزيد من النقط على الحروف بالنسبة لمسألة التوزيع العادل. ففي هذه الدول أيضا رغم أن القرارات سياسية، لكن هناك جمعيات لحقوق الإنسان وهناك أصوات تطالب بضرورة تحقيق التوزيع العادل. فبينما يتلقى مواطنو بعض الدول الجرعة الثالثة، وربما يعني هناك حديث عن جرعة رابعة في بعض أماكن أو أنها سوف تكون مستقبليا، فإن مواطنين كثر في عالم في دول العالم النامي لم يتلقوا جرعتهم الأولى، وبالتالي يعني هناك حديث متنامي عن هذا الأمر. ربما كان ليس لم يكن له مكان في بداية الجائحة حين كان يعني الجميع أو المعظم لم يتلقى تطعيما في جرعته الأولى، لم يكمله إلى الجرعة الثانية. لكن الآن صار هذا الحديث حديث ربما ذا شجون، لكنه أيضا يبدو حديثا ذا رؤية مهمة وموضوعية يجب أن تفعل. هل ترى أن الفترة القادمة ستشهد تغيرا في هذا السلوك الدولي، وبالتالي توفير جرعات اللقاح المستحقة للدول الأكثر فقرا ومواطنيها؟ نعم، هذا أنا حسب رأيي مضبوط. وبعد الخطوة اليوم والقرارات والخطابات وموقف الدول الأفريقية وموقف الرئيس السيسي ودولة مصر، سوف حسب رأيي يصير تغير كبير، ولازم الدول الأوروبية كلها مش بس بعضها تفهم إنه لا نستطيع مقاومة كورونا فيروس ونوصل إلى النهاية بدون مناعة جماعية في كل العالم وتوزيع اللقاحات ومقاومة المتحورات. ليش؟ لأن المتحورات الأخيرة من أوميكرون وكل المتحورات اللي اكتشفت في دول أفريقية اللي نسبة التطعيم فيها بطيء، عشان هيك مع أنه المتحورات لا تسبب الأعراض الخطيرة مثل الموجة الأولى والموجة الثانية، بس لازم نوفر تطعيم بشكل عادل زي ما طلبت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا من بداية الوباء، ودعم الدول اللي عندها قدرة إنتاج اللقاحات في أفريقيا. وبتأمل إنه الدول الأوروبية تتخطى الانقسامات الداخلية والانقسامات الحزبية اللي للأسف لم تساعد حتى الآن برنامج كوفاكس زي ما كانت لازم تساعده في البداية. وإحنا كرابطة طبية أوروبية الشرق الأوسطية كل الدعم لدولة مصر والدول العربية والدول الفقيرة والدول الأفريقية، لأنه واجبنا كأطباء عرب وكأطباء أوروبيين من أصل عرب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا يا دكتور فؤاد. دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية على هذه المداخلة. ينضم إلي كذلك الدكتور أحمد سيد أحمد، هو المتخصص في الشأن الدولي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك وكل التحية. إذن يعني فعاليات سياسية مهمة للغاية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، وكذلك على مدى يعني يومين القمة الأوروبية الأفريقية، ولقاءات متعددة ليس فقط في إطار القمة لكن على هامشها، ولقاءات ثنائية وبحث الكثير من الأمور ليس فقط موضوعات القمة، وإن كانت موضوعات القمة تسيطر بشكل كبير، والعلاقات الأوروبية الأفريقية والتعاون الأوروبي الأفريقي بشكل أو بآخر، ويعني بذل المزيد من الجهد لإطراء هذه العلاقات في صورة فاعلة ومتحققة على الأرض. ماذا يعني أو أهم ما رصدته دكتور في خلال ما تم على مدار الأيام الماضية وحتى اللحظة؟ تحياتي لك أستاذ محمد وكل مشاهدينا الكرام. في الواقع أن مثل هذه المنتديات والمحافل الدولية وهو تجمع ضخم حقيقة، يعني ضم دول أمريكا دول أوروبا وأفريقيا
اكثر من يعني ما اقول 80 ما يقارب 80 دوله، هو محفل مهم حقيقه. في الواقع ان الرئيس السيسي وفلسفه السياسه الخارجيه المصريه في التعامل مع هذه المحافل دائما بيكون لديها اهداف واضحه ومحدده. الهدف الاول هو تعظيم المصالح المصريه من خلال تدعيم العلاقات الثنائيه لمصر مع الدول المشاركه في هذه المحافل عبر اللقاءات الثنائيه، عبر المشاورات، ايضا تعظيم مصالح مصر في من خلال هذه التكتلات، سواء التكتل الافريقي الاوروبي كتكتل او مع الدول الاوروبيه كفرادة. هذه الهدف يتحقق من خلال دائما ان مصر تبني شراكات سياسيه وبالتوازي مع شراكات اقتصاديه لتعزيم وتدعيم عمليه التنميه في الداخل. هذه المحافل دائما وهذه اللقاءات وهذه العلاقات الصناعيه دائما يستغلها الرئيس السيسي لعرض الفرص الواعده الكبيره في مصر في مجال الاستثمار، خاصة في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تمثل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، في ظل المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر وبالطبع الاستقرار السياسي والأمني، وفي ظل بيئة مضطربة في الشرق الأوسط وبيئة مضطربة عالميا كما نرى الآن في شرق أوروبا وفي أوكرانيا وغيرها من مناطق العالم التي تجعل مصر دائما تحظى بكل المزايا التي تمكنها من أن تجذب هذه الاستثمارات في ظل الاقتصاد المصري ومعدلات النمو الكبيره. وبالتالي هنا المصلحه المصريه بما يعود في نهايه النقاط على المواطن المصري دائما في صلب وقلب دائما كل لقاءات مشاركات الرئيس السيسي في هذه المحافل وهذه التجمعات الكبرى ومنها القمه الافريقيه الاوروبيه. ومن هنا جاءت لقاءات الرئيس السيسي سواء مع المسؤولين الاوروبيين رئيس بلجيكا او غيرهم من المسؤولين او مع سيرين افارقه او مسؤولين العرب كما راينا مع رئيس قصر سعيد، مع رئيس مجلس الرئاسه في ليبيا محمد المنفي، ايضا مع الرئيس في الرئيس اليوناني رئيس قبرص، كلها بتعكس حقيقه ان الرئيس السيسي دائما حريص على تعظيم المصالح المصريه، فتح افاق جديده من خلال هذه المعايير وهذه المشاورات وتطوير العلاقات الثنائيه مع كافه دول العالم بما يعود بالنفع على التنميه في الداخل وعلى المواطن المصري. هذه النقطه، النقطه الاهم بالتوازي هو ان دائما يتوظف الرئيس السيسي هذه التجمعات الكبرى للدفاع عن القضايا الافريقيه، لان افريقيا الان اصبحت في قلب اجنده السياسه الخارجيه المصريه. هناك مقاربه مصريه واضحه في توظيف والاستفاده من هذه التجمعات وهذه القمم الدوليه المهمه في تعظيم المصالح الافريقيه والقضايا الافريقيه فيما يتعلق ب امرين ومسارين ايضا متوازيين، مسار تحقيق التنميه في افريقيا، دعم الدول الافريقيه في اطار فكره التمكين، وليس فقط مجرد ان افريقيا متلقي مساعدات انسانيه من الدول الغنيه او من الدول الاخرى ومجرد انها سوق تصريف المنتجات او مجرد يعني سوق ايضا مصدر للمواد الاوليه، وانما العمل على حشد الدعم الدولي، دعم الاقتصاد الدولي ومنه الاوروبي في اطار دعم الدول الافريقيه لتحقيق التنميه. يسير هذا المسار بالتوازي مع مسار واجهة التحديات والأزمات ومنها بالطبع الأزمات الأمنية المتعلقة بالإرهاب، بالهجرة غير المشروعة، الحروب الأهلية، الصراعات وغيرها من التحديات، وهناك الأزمات الكبرى أيضا أو التحديات المتعلقة بالطبيعة كجائحة كورونا والتغير المناخي. وبالتالي هنا الرؤية المصرية تقوم على أن على مقاربة واضحة، الدول الأفريقية ليست مسؤولة عن التغير المناخي، ومع ذلك الدول الغنية هي المسؤول الأكبر وعليها أن تساعد الدول الافريقيه في تحمل تبعات وتداعيات هذه التغيرات المناخيه، بالاضافه الى ان مصر يعني تقدم تجربه ونموذج فيما يتعلق بالتوسع في الطاقه المتجدده، الاقتصاد الاخضر، الهيدروجين، تقدم نموذج عملي للدول الافريقيه والعالم كله بما يعني ان هناك توجه حقيقي. نعم. ايضا فيما يتعلق بجائحه كورونا. عفوا يا دكتور، يعني اعلم ان هناك طبعا زياده ولديك يعني، لكن فقط هو الوقت يعني سوف نتناول بالتأكيد المزيد عن هذه القمة وفعالياتها وهذه اللقاءات المهمة للغاية. دكتور سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.